نتعرف على بيئتنا، بودكاست يسلط الضوء على قضايا بيئية مهمة في فلسطين. انضموا إلينا في مهمة استكشاف جميلة لبيئتنا الفلسطينية. نتعرف على بيئتنا، بودكاست يأتيكم عبر منصات أجيال وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة. صندوق المناخ الأخضر. صندوق المناخ الأخضر هو أكبر صندوق مخصص في العالم لمساعدة البلدان النامية على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرتها على الاستجابة لتغير المناخ. أنشئ صندوق المناخ الأخضر في عام 2010 من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ككيان تشغيل للآلية المالية للاتفاقية. يقع الصندوق الرئيسي في إنشون في كوريا الجنوبية، ويحكمه مجلس مكون من 24 عضواً يمثلون الدول الصناعية والدول النامية بالتساوي، وتدعمه أمانة عامة. وخلينا نتذكر بيئتنا كنزنا، لازم نحميها ونحافظ عليها. نتعرف على بيئتنا، بودكاست يسلط الضوء على قضايا بيئية مهمة في فلسطين. انضموا إلينا في مهمة استكشاف جميلة لبيئتنا الفلسطينية. نتعرف على بيئتنا، بودكاست يأتيكم عبر منصات أجيال وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة.